التوزيع مباشرة وهدف التعادل. جول 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 يحيى، غول محمدي، كان غول، غول محمدي، كان غول بالفعل. البعبع الإيراني يحيى غول محمدي يعادل النتيجة مشاهدينا الكرام، تقريبا بنفس الطريقة للمكسيك، مخالفة لإيران، ركنية، كرة مرتدة داخل الدفاع المكسيكي، وغول محمدي يحيى صاحب ال 35 سنة قلب الدفاع يتمكن من وضع الكرة في شباك الحارس أوزفالدو سانشيز. 1-1. قلت مشاهدينا الكرام منذ بداية المباراة بعد هدف المكسيك، قلت صدقوني لن تبقى النتيجة، واضح وأنه المكسيك بدفاع